استمرارا لجهود القوات المسلحة لدعم المقومات الحضارية على أرض مصر، افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة 19 مشروعا جديدا نفذته الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، تضمن عددا من الكباري الحيوية والأعمال الصناعية على المزلقنات الأكثر خطورة بالعديد من محافظات الجمهورية. واستعرض اللواء أركان حرب عماد الألفي رئيس الهيئة الهندسية إسهامات الهيئة في خدمة القطاع المدني من خلال التوسع في إنشاء شبكة الطرق الاستراتيجية على مستوى الجمهورية. سيادة الحضور، في خلال عامين ونصف تضافرت جهود أبناء مصر الشرفاء من رجال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومئات الشركات المدنية بما تضم من مئات الآلاف من المهندسين والفنيين والعمال بالبدء في تنفيذ 1350 مشروع اعتبارا من أغسطس 2012. تم إنجاز 558 مشروع من المستهدف تخدم خطة التنمية الشاملة للدولة في مختلف المجالات بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية. السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بالأمس القريب وبتشريف سيادتكم تم افتتاح 22 مشروع في مجال النقل والمواصلات والرعاية الصحية بقيمة 1,900,000,000 جنيه. واليوم واستكمالا لسلسلة من المشروعات التنموية نفتتح 19 مشروع جديد أقامتهم القوات المسلحة للمساهمة في دعم خطة التنمية في مجال الطرق والكباري والخدمات العامة بقيمة 3,500,000,000 جنيه. وقام الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعطاء إشارة الافتتاح للطرق والكباري الجديدة عبر شبكة الفيديو كونفرنس. كوبري الفريق رضا حافظ بالشون بالمحلة الكبرى. تمام يا فندم، عقيد مقاتل كامل عبد المنعم شحاتة رئيس فرع الإنشاءات البرية بإدارة المهندسين العسكريين المشرف على تنفيذ كوبري الفريق رضا حافظ بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية. أستأذن في إزاحة الستار يا فندم. يا كامل يا كامل يا كامل تؤمر يا فندم. بقول لك يا كامل، في جزء متبقي من الكوبري ده. تمام يا فندم. هتخلصوه امتى؟ ان شاء الله يا فندم هنخلصه في 25/4 باذن الله يا فندم. طيب ماشي، اتفضل يا كابتن. اوامر يا فندم. اي اوامر يا فندم. شكرا. وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي فيلما تسجيليا تناول الافتتاحات الجديدة التي شملت العديد من الطرق والكباري والأنفاق لخدمة التجمعات العمرانية في كافة ربوع مصر. وقد قام الرئيس السيسي بدعوة للوقوف دقيقة حدادا على أرواح الشهداء وتقديم التحية لأرواحهم الطاهرة. كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن هذه الإنجازات تمثل نقلة حضارية وتعتبر بداية الطريق وليس نهايته. كما قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بافتتاح مسجد المشير طنطاوي الذي أقيم وفقا لأرقى نظم التصميم المعماري، حيث يتسع لأكثر من 3000 مصلي ليكون بمثابة مركز حضاري متكامل للأنشطة الاجتماعية والدينية والمراسم بمنطقة شرق القاهرة. كما قام الرئيس السيسي بجولة تفقدية شملت الافتتاحات الجديدة بمحور المشير طنطاوي. حضر الافتتاحات المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء وشيخ الأزهر الشريف والفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من الوزراء والمحافظين وكبار قادة القوات المسلحة.